برنامج جديد رح بطلع عليكم دائما يا اصدقائي، ورح بكون بهالبرنامج في كتير فقرات رح بتتسلوا فيها، رح بتاخذوا معلومات، ورح كمان خبركم قصه جديده. بس دائما ببلش برنامجنا بالتصرف الحسن يلي لازم اعمله تجاه اصحابي بقلب المدرسه، تجاه اصحابي بقلب الحي الساكن فيه، واكيد تجاه اخواتي بقلب البيت، وتجاه اهلي كمان. فاليوم رح بحكي عن الشجار او المخانقه يلي بتصير بين الاخوه والاخوات. بعض الاحيان الاخوه والاخوات بيتخانقوا على مع بعضهم حول موضوع انه ما بدي العب معك، او ما تلعب بلعبه، او ما تكسر لي لعبتي، او الى اخره من الاشياء. واكيد بيكون الشجار حول موضوع اكثر شيء الالعاب. فانا بحب لكم يا اصحابي انه الشجار اول شيء ما بينفع لشيء، لانه اذا تخانقت مع خيي او تخانقت مع اختي مش رح بيستفيد من شيء. واكيد كلنا بنعرف اذا لعبتوا لوحدكم مش رح تتسلوا. دائما اللعب انت وخيك او انت وصديقك بتتسلوا فيه اكثر، وبتمضوا الوقت بطريقه فيها استفاده، وبتكون عم بتشاركوا اللعبه او العابكم مع خيكم او مع اصحابكم بقلب الحي السكنين فيه. من هيك وقت بتخانق مع خيي او اختي، اول شيء ما لازم ابدا ابدا استعمل ايدي او اضرب او شيء ابدا، لانه هذا تصرف منه حسن ابدا. واذا خيي او اختي هن مدوا ايدهم علي او شيء، او مخبر الماما والبابا، لانه هن رح بحلوا المشكل بطريقه سريعه. تاني شغله بحب لكم اياها، انه كمان وقت بنتخانق مع اخواتنا بالبيت لانه خايفين على اللعبه، او ما بنحب نعير لعبتنا تما تنكسر او شيء، بنقدر نقول لخينا او نقول لصديقنا انه نحن ما حابين نعيرك اللعبه لانه خايفين عليها انه تنكسر. بهذه الطريقه بنكون عم نقول له لخينا او لصديقنا انه انتبه انت وعم تلعب بهيدي اللعبه اللي عندي اياها. وبذات الوقت بنقدر نقعد مع صديقنا نكون عم نلعب معه باللعبه هيك بننتبه على لعبتنا. واكيد لازم دائما نفكر بطريقه ايجابيه ونعالج المشكل وقت بنتخانق مع اخواتنا. يعني اذا تخانقنا مع خينا او مع اختنا او مع صديقنا بقلب بقلب المدرسه او بقلب الحي، اكيد لازم نفكر بطريقه انه كيف بدي اتصالح معه قويم، لانه مثل ما بتعرفوا الشجار ما بينفع لشيء مثل ما قلت لكم، بل بالعكس لازم دائما نلاقي حل وقت بنتخانق مع اصحابنا او مع حيالله حدا بنعرفه. الفقرة الثانية من برنامجنا هي القصة. بكل حلقة رح بيكون في قصة عم خبركن إياها. قصة اليوم بتحمل عنوان أريد هذه الطائرة الخضراء. بتحكي قصتنا عن رامي. رامي كل نهار سبت بيروح مع الماما والبابا تيشتروا الأغراض، وقبل ما يروح على السوبر ماركت أمه دايما بتقله والبابا دايما بقله أنه لو شو ما شفنا بقلب السوبر ماركت ما منقدر نشتري كل شيء، خاصة الألعاب. وبيقعد رامي مع الماما والبابا وبيكتبوا على ليستا شو هن الأغراض اللي بدهم يشتروها. بس اليوم راح رامي، لأن اليوم نهار السبت، وراح رامي مع الماما والبابا على السوبر ماركت تيشتروا الأغراض من بعد ما حضر كل الأغراض اللي بده يشتريهم من السوبر ماركت، وين هن الحاجيات للمطبخ. ولكن رامي وتفيت على السوبر ماركت لقى طيارة خضرة كتير حلوة، ايه كتير حلوة، وصار يحلم كيف بده يلعب بهالطيارة الحلوة والجديدة. فصار يفكر ويفكر ويفكر كيف بده يعمل تا يقدر يلعب بهيدي اللعبة وكيف بده يحصل عليها. فرح قال لأمه، ماما ماما بدي هيدي الطيارة الخضراء اشتريها. فقالت له أمه، نحن اتفقنا يا رامي قبل ما نمشي من البيت إنه مش كل شيء منشوفه بالسوبر ماركت بدنا نشتري، ومش كل شيء منشوفه معروض قدامنا خاصة ألعاب بدنا نشتريهم، ونحن منتفقين من الأول وقت بدنا نشي على السوبر ماركت منكون محددين الأغراض اللي بدنا نشتريهم. ولكن رامي ما اقتنع من كلام أمه، راح لعند بيو كمان زيت الشيء، قال له بابا بابا بدي هيدي اللعبه الطياره الخضراء البلاستيك وبدي العب فيها. فكمان قال له بيو، لا ما بنقدر نشتري لانه احنا محددين الاغراض اللي بدنا نشتريها. فدخلت هون الام كمان وقت شفته لرامي انه كثير زعلان، قالت له يا رامي نحن قبل ما نمشي من البيت قلت لك انه في اغراض
محددة بدنا نشتريهم. ما منقدر حيالله شيء عم نشوفه بقلب السوبر ماركت على الإتاجير إنه بدنا نشتريه. فهون رامي بلش يفكر بتصرفاته وبلش يعرف انه هو ما بيقدر يشتري كل شيء عم بيشوفه، بس ضل يتطلع بالطيارة البلاستيك الخضراء وحابب كتير يحصل عليها. وعرف بيه كتير منيح رامي بشو عم بفكر، فقال له يا رامي مش كل شيء بهالحياة بتشوفه وبتحبه بتقدر تحصل عليه، انا بقدر اشتري لك هذه الطيارة، بس انا بكون علمتك انه ما مش كل شيء تقدر تشوفه بدك تحصل عليه، وما بدي اياك وقتها تكبر تكون زعلان، لانه اذا من انت وصغير معود انه كل شيء بتشوفه بدك تشتريه، يمكن وقتها تكبر تشوف اشياء كثير حلوه بس كثير غاليه وما بدك تشتريها، وهذه الشغله رح بتصير تاثر عليك ورح بتخليك زعلان. من هيك الواحد بده يقتنع بالغراض تبعه له، خاصه انه عندك كثير العاب بالبيت تقدر تلعب فيهم. بنهايه النهار رامي أكيد ساعد أهله بشراء الأغراض ونقل الأغراض، وحتى لو كان حابب كتير يحصل على الطيارة الخضراء البلاستيك، بس عارف كتير منيح إنه بعيد ميلاده معقولة أمه أو بيو يجيبوا له هيدي اللعبة، لأنه مثل ما وعدوه ومثل ما قالوا له إنه مش دايما بيقدر الواحد يحصل على الأغراض اللي بده إياه، بس بعيد ميلاده بيقدر يتمنى إنه يحصل على هيدي الهدية. أكيد أمه وبيو رح بيقدموا له هالهدية بعيد ميلاده. بالفقرة الثانية من برنامجنا تحمل عنوان بسينة أو كلب، وهذه الفقرة منكون عم نحكي عن حيوان معين، بس اليوم لا بحكي عن البسينة ولا بحكي عن الكلب، اليوم لح بحكي عن الخروف. الخروف هو حيوان منشوفه دايما بالمزرعة بعيش ما بين 5 إلى 10 سنوات. الخروف بيتذكر كتير منيح أصحابه وعنده ذاكرة ممتازة، وبيتذكر كتير منيح الراعي، ودائما الخروف بيعبر عن عاطفته، يعني اذا كان زعلان او مبسوط ببين عليه قوي. واكيد الخروف بياكل اكثر شيء الاعشاب، وهو بيعرف كثير منيح وقت بيكون مريض في اعشاب معينه بياكلها تيصح بطنه. بقدمنا الخروف الحليب، وما تنسوا كمان بقدمنا الصوف. واكيد الخروف بيقدر يشعل كتير 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 بعيد، فالرؤية تبعولته كتير منيحة. وتخيلوا بالعالم كله في أكتر من 1 مليار خروف. بأستراليا هو أكتر بلد فيه خواريف، يعني بيربوا هنيك كتير الخواريف. وآخر شغلة بحب لكم إياها عن الخروف إنه صوت الخروف هو المأمأة. بالفقرة ما قبل الأخيرة لليوم، اليوم رح نحكي عن إديسون. إديسون هو مخترع الكهرباء والمصباح الكهربائي. إديسون هو شارك كتير وساهم باختراع الكهرباء، بس هو أهم شيء اخترع الضوء الكهربائي. من هو وصغير كان إديسون كتير حشور، وكان بحب يتعرف على كل شيء ويعرف كل شيء، بس من هو وصغير كان سمعه منه كتير قوي، من هيك وقت يكون بالصف ما كان يقدر يسمع كتير منيح الدروس تبعوله. بس امه وبيو اهتموا فيه كتير، وامه كتير اهتمت بالدراسة تبعولته. وقت صار شاب إديسون كبير شوي صار يشتغل ببيع الصحف، وكان بعدين صار موظف بمحطة القطارات، بس دايما كان يهتم باختراع الآلات. وقت تعلم إديسون وصار شخص معروف اخترع أكثر من 1000 اختراع وأكثر من 1000 آلة، منها آلة الطباعة وآلة السينما. أكيد هذا الشخص كتير حربته الظروف، خاصة وقت كان صغير في كتير أساتذة كانوا يقولوا له أنه أنت ما بتقدر تدرس منيح لأنه أنت ما بتقدر تسمع منيح ما بتقدر تركز، بس هو ما استسلم ابدا، وما لازم حدا منا يستسلم، لازم نضل ندرس ونضل نجتهد تنوصل للعلامات العاليه وناخذ علامات جيده بالصف. واكيد هيدا الشخص ساعدنا كثير وساعد كل الانسانيه وكل العالم الموجودين بالكره الارضيه، لانه اضاء الكره الارضيه من خلال المصباح الكهربائي، لانه هو اخترع الضوء. بالفقرة الأخيرة من برنامجنا بتحمل عنوان ماذا لو،
وبكل حلقة رح بكون عم بجاوب على سؤال. حلقة اليوم: ماذا لو كذب علي أحدا من أصحابي كذب علي، شو لازم أعمل؟ أول شيء وقت بعرف أنه صديق لإلي كذب علي لازم أقول له أنه أنا بعرف أنه أنت كذبت علي. تاني شغلة أكيد ما بصرخ فيه، ما بعيط عليه، وأكيد أكيد ما في ضرب وما بمد إيدي عليه أبدا، ما بعمل تصرفات غير جيدة أبدا. بس كتير مهم قل له أنه أنا عرفت أنه أنت كذبت علي، بس أنا بفضل مرة تانية تكون عم بتخبرني الحقيقة، لكن دايما بنحكي برواق وبهدوء تنوصل للحل. وأكيد ما بوبخه أو بسمعه كلام مأسي أو كلام بضايقه، لازم يكون ضل هادي معه، وبفسر له أنه الكذب هو أبداً منه تصرف جيد، لازم دايماً الواحد يقول الحقيقة. وآخر شيء بحب لكم أنه بطلب منه أنه ما يكذب علي مرة تانية، وما يكذب ولا على أي حدا. وأكيد ما ببتعد عنه أو بخليه أنه يكون أو بنكر الصداقة تبعولته، بالعكس لازم ضل قريب منه وضل ساعده وضل ذكره إنه الكذب هو تصرف منه جيد أبدا. بنهاية حلقتنا أنا كتير انبسطت بهيدي الحلقة الجديدة والحلقة الأولى من برنامجنا، وإذا الله راد رح بلتقى فيكن دايما مع حلقات جديد ومعلومات جديد وأكيدة قصة جديدة. انتظروني، إلى اللقاء.